في مثل هذا اليوم 21/12/1986 تم نقل الطلبة من طلبة الجنوب وطلبة الجبل الغربي إلى أتون الحرب في تشاد بدون علم أهلهم وبدون علمهم. وعن حين غرة دخلت علينا الحافلات وسيارات نقل الركاب الأربع شراكب إلى تنوية جادو ومعهد إسماعيل الجيطالي وتنوية الرحبات وتنوية جاو وتنوية الرجبان، وتم ركوب الطلبة ونقلهم إلى قاعدة الوطية. حمود قاسم الشيباني شكشوك طلبة إسماعيل الجيطالي. هذا إبراهيم علي سعيد حمودة. هبطنا في قاعدة وزة العسكرية، وجدنا أنفسنا في صحراء وجبال لا نعرف هذه الأرض. استفسرنا من إحدى العسكريين المقيمين في القاعدة والموجودين في القاعدة شنو هذا المكان، شنو هذا؟ قال هذه قاعدة أوزة العسكرية، أنتم الآن يجهزوا فيكم لتنتقلوا إلى داخل العمق التشادي، وبالتحديد طلبة الجبل الغربي إلى منطقة جبال الزوار. طلبة الجنوب انتقلوا إلى وادي الدوم وبشة وفاية وفادة وأم شعلوبة وقرو، هذه المناطق التي استوطن فيها الطلاب. بقينا عدة أيام بدون غطاء وبدون أكل، ما عدا ما اعتمدنا عليه وما عندنا اللي رفعناه من عندنا احنا، ممكن حاجات بسيطة جدا اعتمدنا عليها وكنا نتخوت بها. أوهمونا بأن احنا حنكمل دراستنا في مكان آخر، رفعنا معنا كتب، ولكن هذه الكتب أول ما دفناها هي وأحلامنا في هذه الصحراء. حرب خاسرة لا نعرف عنها شيء، ولم نكن مستعدين لها ولا حتى متدربين التدريب الكافي لنشارك في هذه الحرب. بعد معركة وادي الدوم اللي انتهت فيها المعارك رجعنا لقاعدة وزة العسكرية، تم نقلنا بطائرات إلى قاعدة الوطية، ومن قاعدة الوطية إلى طرابلس. عانينا من أمراض جلدية، عارفين الملابس العسكرية وصيفا من مرض البهاق ومرض الجلدية، فخاصة في الجسم النساء. قبور الطلبة اللي ما زالت إلى الآن في تشاد، من يأتي بجثامينهم؟ من يدفنهم؟ من يطمن قلوب أمهاتهم وأبائهم يقول معهم جثامين أبنائكم؟ هذه ناس نعرف قبورها، دفناهم بيدينا. يجب أن تنقل هذه القبور وجثامينهم ورفاتهم وتدفن هنا في أرض ليبيا. قسم بالله يعني أنا وغير من تحاشوا ونسكتوا.